بتجيب سيره لحدا انه انت ضربت المختار بالحجره، لانه اذا كشفوك رح يساووا فيك اكثر ما ساووا بابوك. يلا هروب بسرعه. لك هروب، اتحرك. يسعد لي هالصباح عمي فهد. صباح الخير عمي مفيد. صباح الخير مختار. صباح الخير. صباح الخير مفيد. صباح النور. شو بقول مختار، صبحنا عليه ما رد علينا؟ لا والله رد، وانا سمعته. شو عم يوشوش وشوشه؟ لك على ذكر الوشوشه، دخلك عرفت لي شو وشوشه بايدنه للطفي؟ لا عرفت ولا بدي اعرف، يستر عرضك. حليلي هالولد، فوت يا ابي فوت. يلا براسك. صحي صحي، تا 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 تا. تذكرت عمتها لحرمتك اخته لابو جمال مخاوي شيء؟ لك يخرب بيتك، لا شو هالسؤال؟ شو خطر ببالك؟ لك لانه بيقولوا اللي بيروح على بساتين الجن لحاله يا مخاوي يا ملبوس. يخرب بيتك، ايش كان هالحكي مظبوط؟ ليش ما عندك علم؟ لا والله دريان، بس تعرف انه راعي بالي؟ والله اعوذ برب الفلق. فوت فوت فوت، حلل لهالولد. يخرب بيتك على هالسيره. لا اخي لا، انا بعرف مخه لابو نزير كثير منيح، عم قلكم كاسر روس كباريه الحاره، وابو فهد واحد منهم. لك شو هالحكي هاد؟ اللي بعرفه أنا عن أبو نزير إنه هو بعمره ما رد طلب حدا. أي مزبوط، ما بيرد طلب حدا، بس بيدفعوا الثمن بعدين حتى لو على ضلال. يا لطيف، شو هالبشاعة هاي؟ يا جماعة شيلونا من هالسيرة. يا أبي بتشوف لي لطفي وتفهم منه من تحت لتحت بدون ما تحسسه. إيش كان فينا نجبر خاطره وكسرته وبترد لي خبر؟ لا عمي لا، من غير ما تسأله أنا بعرف وضعهم تعبان كتير. عطيهم اللي فيه النصيب، الله يجبر خاطرك أخي. خلاص أختي، بنعطيه بنعطيه. خلاص يا أبي أنا بتصرف. أنت مو رجال، أنت سيد الرجال. سيد تقرفني؟ لا لا لا، أنا ما فهمت. قصدي بدي أعطيك شال، شال تنشفي في حالك. أمي ليش ما استنيتني؟ كنت سخنت لك شوية مي، أحسن بتاخذ برد وترشة. لك يا موزة بتخسل بمية التلج ما راح يصير لي شيء من كتر مالي مبسوط. هي تقبرني، الله يبسطك إلهي، أنت وأبو عفيف وهذا التاني شو كان اسمه؟ حيدر يا مو. بس هدول الاسمين بدك تنسي لي إياهم. لا لا تقبرني، أنا لا سمعت ولا شفت ولا دريت، بس قلي تقبرني، أنت بيطلع لك منها رزقة منيحة. لك يا مو شو ما طلع لي خير، كتر خير الله. يعني بدك تترك القهوة؟ لا هي حلاوتها انه فيني اشتغلها واشتغل بالقهوة كمان. يو شلون يعني؟ لك يا مو هلا بيستعوني ابو زهير، خلاص بدي روح. يو ما بدك تنام وترتاح؟ لك يا مو النوم والراحة مقدور عليهم، المهم راحة البال الله يريح بالي. اي والله وبالك. مين؟ خفة مجدي بيك. دندن يا زلمة رحبتني خليتني نزز حالي. لك حاجتك طول عمرك بد كملها. أقول بالشخاخ بالشخذة، أقول بالشخذة حتى بلا سؤالة. ها بلا سؤالة. والخشب ناشف ولو يا بي، الخشبات صار لهم سنين عم يتنشفوا، واليوم وعدونا انه ينزلوهم على الورشه. لك شو قاعد عم تساوي؟ قوم بوشك على الورشه واستلم الخشبات بايديك. يا بي انا حابب احكي معك بموضوع. خير؟ بدي اياك تعيد النظر من بعد اذنك طبعا بقصه عربي وملك. الشاب والبنت متعلقين ببعض. ايوه قلت لي متعلقين ببعضه. شايف انه الرجال اللي بيعطي ابنه لحرمته شلون بيصير قليل شرف وقليل ناموس؟
يا حيف عليك ولو كنت فيه يا شواربك. انت صاير واحد قليل حياة. يا على قلبي عليك صار لك شيء؟ لا أمي ما صار لي شيء، بس غزتني غزة. ما تخافي ما تخافي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو في شباك؟ شو صاير؟ من وقت اللي ذكرتيني بالآية الكريمة وأنا موجوع، حسيت إني لازم أعمل شي مشان ملك وعربي. حاولت أحكي مع أبي كلمة حق، مثل العادة طالعني غلطان. صدقيني يا خولة، في شي جواتي دائماً بيلجمني. كنت حابب أوقف وقول له أنت غلطان بس ما قدر، وبيدي معليش يا روحي، معليش. جرب مرة تانية وثالثة ورابعة، هيك انت بترتاح وبتحس حالك عملت اللي عليك. وحاول انك ما تغضبه. صلي على النبي، صلي على النبي. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. ابقي خفي على امك شوي، والله حملها تقيل، بنخاف عليها. يعني بس تكون حاولي تفردي حالك شوي. وقت اللي بشوفها هيك ضعيفة قدام جدي بزعل منها، وقت اللي بشوفها شو عم بتحاول تعمل كرمالنا بنقهر عليها. بس كمان هي لازم تعمل شي كرمالنا، ما قلنا غيره. قال بدنا نجتمع على صفرة واحدة. قال يلا لطيف، الله يرضى عليك، بتوصل هون وانا متفاهم انا وياه على الاجره، وبتفهم منه امتى بيخلصوا. عم تفهمني؟ والله هيتك مو فهمان شيء. طيب روح وصل هون وانا ببرق لعند المنجد بفهم منه امتى بيخلصوا. يلا تيسر. اهلين. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. جدي ابو نوفل مستنيك برا. خليه يستنى، خليه يستنى. الله يرضى عليك، الا لسوريا تساوي لي كاسة ليموناضة بلكي بروق. في شي معك راك جدي؟ لا لا تكل همي، انا بس شوفك بروق لحالي. بأمرك. سوريا، سوريا، رعبتني سيدي. أنا كنت عم سحلك من برا بس ما كنت عم تسمعيني وما كنت عارفانك بلا غطاء. لا تواخذني، صوت الببور عالي ما سمعته. سوعدني ما بقى تعيدة من دون شي. صوفتي حمرة عند الكل والكل بيغار مني وما بعرف ليش. مزبوط مزبوط، أنا بوعدك إنه هذا الكلام ما عاد ينعاد وحقك على نافوخي من فوق. منك بالذات خص نص، أنا ما بزعل. ليش خص نص مني بالذات ما بتزعلي؟ يو بقى سيدي، والله بستحي لك. تستحي؟ يا عيني عليكي. اساسا انا بحب الحرمه اللي بتستحي. شنو بيقولوا؟ الحياء نص الدين.
خدي له لجدي كاس ليموناده خليه برد دماته. اي والله حاجته اغلى. هلا بعمل له كاسه ليموناده لانه الليموناده بتبرد القلب والدم. نعم من عيوني التنتين بلحظه بتكون عنده. سلم عيونك التنتين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. لك يلا يا جماعه خفوها بقى يلا يلا يا عمو اطلعي يلا يا ابي يلا يلا اطلعي اطلعي الحمد لله ربك شاء لنكحل عينك شوفت الصبي يلا يا ابي يلا يا رب يا الله الحمد لله روح عمي روح روح ربي يفرحك مثل فرحتنا وزود امين يا رب أهلاً ستي ملاك خير بدك شي ليلي؟ لا ما بدي شي حسيت إنه لازم أجي لعندك أحكي معك بس بصراحة ما بعرف شو بدي أحكي يا لا قامت عليك يمكن لازم قلك يكتر خيرك على شو تقبريني؟ إلهي وسيدي مولاي ورجيني ياكي عروس لابسه الفستان الابيض على عريسك ملك بنت خوله بجاه الحبيب المصطفى ما له هيئه رح تصير جدي معند اكثر من الاول كمان ايش كان بتحبيه كثير اوعي تتخلي عنه لا تعملي مثل حكايتي اصحكها ليش شو عملتي انت انا بالزمانات كنت حبه لابن عمي هو كمان كان يحبني كتير أبي وعمي اتخانقوا مشان ورثه بيت مثل الخرابة كلب كلب ما بيقدر يعيش فيه يعني مثل قصتي مثل جدي وجوز عمتي مشان هيك أنا حاسة فيك إذا أنا شو عملت العين تطرقني ها حوبي ما بفهم تركته لابن عمي هلا هو متجوز ومرته مستتة وعايش ومرتاح وأنا شوفت عينك خدامة عند منكم عرفتي ليش أنا حاسة فيكي أوعك تتخلي عنه سوريا سامحيني يمكن ظلمتك وانا كنت متوقع انه بمشوارك لعند جدي ما تستفيدي شيء ايه وانا هيك بس يعني قلت بجرب يعني ابوكي ما بيهناله عيش الا اذا تحكم بكل خلق الله شو يعني ناوي زلنا ابن عمي كرمال الانبياء ها يعني هلا اذا حكيت ما بتطوبني الا البهدله واذا ما حكيت بطلع حميانه لابي غلطنا بس ما كفرنا وقت اللي اخذنا المحل صحيح كان عنو فيه بس رسي علي شو ساوي له اي لا تقبرني ابي كان دافع رعبونه بس مو مسجله انت شو ساويت بس دفعت زياده للبياع واخذته لك عم اقول لك غلطنا غلطنا شو ذنبه هذا الولد لحتى يعاقبه ذنبه انه تجائر وتداخل وقل الادب اسمع ابني شلاحه صرمايه من رجلك كلك علي جوزك ست الستات ليش عم تقول على بنت اخي صرمايه شو ساوت لك البنت يكون بعلمك ملك بتتقل بالذهب يا ابي ملك ما لازم ماشي اسمعوني اسمعوني قبل ما تطلع المجنونة وتسمعوا كلام مني ما يسر خاطركم هاي البنت بدك تتركها ومن بكرة الصبح بتدور على واحدة وبتروح عمك بتجوزك ياها بس لا تخلي جدك يجننا يا بي من شان الله حاجة تجور علي أنا ما بدي من الدنيا كلها تغير ملاك وإش كان جدي ما أعطانيها برضا بدي أخذها غصب من عنه وإذا ما أعطانيها غصب من عنه لا أخطفها خلاص لك كلب قليل وجدان يو بدك تخطف بنت خالك وتبهدلنا قدام الناس؟ ايه يا مو بدي اخطفها وما حدا بياخدها غيري لو على قطع رقبتي
أبو عربي ابنك بيعملها؟ بيعملها وبيعمل أكتر من هيك، لأنك عودتيه على كل شيء بده إياه يملكه ويحصل عليه. يا علينا، وحيدي طيب وحيدي. روحي جيبيله ملك لكان قبل ما يسود وشك قدام أخوك. ولعلمك والله لولا كرامة أخوك أبو تيسير بس لكنت خليته يخطفه ويجيبه لهون بس لحتى أكسر رأس أبوك. هذا اللي طلع معك هلا؟ أبوك بده يكسرني لأنه بيعرف روحي معلقة بعربي وما بحب تشوفه من ضامه مقهور. وراح تمسك بكلمته وما عاد يرخي بنوب. والله والله إذا بصير له شيء لعربي لورجي العجب. اسمعيني ولية، روحي تصرفي لأنه حاسس رح تكبر كتير بينه وبين أبوك. روحي. بي على قامة نورية، إيه انتو اتنين بتشبهوا بعض، كل واحد فيكن راسه أيبس وأتنح من راس التاني. ملاك خلاص أنا قررت أنه نهرب سوا. عربي ليش هيك عم تعمل؟ حرام عليك، لا تخليني أكسر بخاطر أبي وأمي وإخواتي. وأنا؟ إيه والله رح جن، لك خايف يجيك شي عريس ويجبرك جدك تاخدي، لك ساعتها شو بسايب حالي؟ مستحيل هذا الشي يصير، ووقتها بهرب معك أكيد. حلفي حياة غلاوتك، خلص روح هلا بلا ما حدا يشوفنا. ماشي
يلا يا حبي يلا يلا. يا ابي نصوح يا ابي يا ابي في لا تكسر لي ظهري يا ابي يا باطن اكسر يعني يا باطن يا باطن يا عمي لا تعري قلبي يا عمي لا تعري قلبي امي يا الله امي يا عمي امي يا عمي قلبي خلاص طولي بالك ولك شلون طول بالي لك وين كنتوا انتوا ولك انتوا شو شغلكم يا اخي احنا ما دخلنا طول بالك ما بصير هيك ولك كلكم مسؤولين كل شيء بهالبلشتان مسؤول ودم ابني ما راح يروح اثر خلص خلص ان شاء الله خلص لا قوة الا يلا شباب احملوا يلا احملوا شباب يلا قومي يا عم نصوح لا تخطوا وين كنتوا قتلين قتل؟ ليش عم تتفشش فيني؟ وينو الدركي؟ بالإسعاف هيكو بالإسعاف خرب بيت هالوظيفة والله لبطين بسرعة 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 ان شاء الله يا رب ثبت قلبنا يا رب سبات 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 ماني سعيك شفته عرفته كيف شكله قل لي الله وكيلك ما لحقت شوفه ليش ما لحقت تشوفه؟ ولك هيك ما بصير يا اخي خراس انت خراس احكي لي شفته كيف شكله طوله عرضه لونه احكي لي قلت لك ما لحقته يا سيدي ليش؟ سيدي انا طلعت علبة العطيس وبدي شمه عطيس يا عطيس عطيس يا كلب عطيس يا حيوان عطيس يا كلب انت خراس الولد مات وانت عمال تطول بالك خراس ما بصير هيك وينك برا رجع انت وياه ماشي أنا بورجيك. العمى بقلبش وقلي الزوق لح يروحوا لهالمسكين ولك طبش وتطبيش تقولي له عنده تار يا الزلمة بس لأنه هداك رئيس كاركون وهذا المسكين دركي والله لو وصل لفوق لفوق كتير لكن أنا أضرب بسيطة فضل معلم بالهنا إن شاء الله أبو رابع اتركنا لحالنا شوي هي حاضر يا بي نحن منتعلم منك لأصول بس حبيت ذكرك إنه الواجب نكون جنب أبو نصوح بمحنته معك حق بس الواجب بنعمل مع الناس اللي بتشيل الواجب أبو نصوح هلأ الله يكون بيعونه ويحمل معه بس من يوم ما فكينا الشركة
وهو كبران راسه. برقد افكر روحتي لعنده مشان اشتري منه شويه الخشب. لا مو خزن جدي، مين هذا الواطي يلي بده يسترجي يقول عنك انك تتودد لحدا؟ الناس كلها بدها رضاك، واللي بفهمه ساعة الجد ابو نزير ما بيقلي، وكل واحد ياخذ السيرة على حجمه وقدره، وانت قدرك كبير وبتساعد كله وما حدا بيساعد جدي. الله حكياتك يا تيسيل خرط ومشطية. ابنك حك وجهي صحيح، معناتها لازم نروح وبتخلوا الحريم يروحوا. قلت لك يا بي بدي فت خبز. ايه مظبوط. بتعرف انه ابوك شيخ كار وانت ما بتطلع نقطة بحره بهالمصلحة؟ معلوم جدي معلوم، اساسا انا كل ما بينقصني شيء بسأله وبشاوره. طيب ما سألت حالك مع انه معلم ليش قبل انك انت تكون رئيس الورشة؟ ايه والله يعني مبينة جدي تكون انت عطي الأوامر. لا بس لأنه أبوك لهلأ ما بيسترجي ياخد قرار ويتحمل مسؤوليته، فهمت؟ فكر بالحكي اللي قلت لك يا واطلع اطمن على الشغل. الولد انقتل، قالوا ما شاف القاتل لأنه كان ملتهي بالعطيس. تخيل. حق معك سيدي، مهمل ومقصر. لك حيدار انت عم تواسيني ولا عم تسعيرني؟ لا هي ولا هي سيدي، انا عم بحاول هديك لحتى نطلع من المصايب اللي نحن فيها. في عنا ولد مقتول، نحن اثنين رحنا على البساتين بدون اذن وعلم الحكم دارية، وحضرتك ضرب الطبيب ودركي وممرض وهدول كلهم موظفين عند العثماني، وضربتهم اثناء تأدية واجبهم وبدون اي ذنب. هذا اللي صار معي، شو بساوي؟ خلص سيدي تركني انا اتصرف ولمني من القصه قبل ما تفلت من ايدينا. والولد؟ الولد خلاص راح؟ الله يرحمه قدره، والدركي اذا كان مقصر رح يتعاقب، بس الطبيب سيدي الطبيب انت ضربته بدون اي ذنب. لما بدك تصل حيدار بالاخير انا وانت اولاد هالبلد، ونحن موظفين عند العثماني، والغلطة عندهم بكفرة، وهي القصة إذا اندعمت راح تصير جريمة، وأطباء البيمارستان بالذات واصلين لأكبر ضباط العثماني، والقفلة عندك. تركع على الله سيدي، تركع على الله. روح أنت على الكراكون وخليني أنا أفوت على البيمارستان. إيه روح وخذ إفادة كل اللي كانوا هنيك، بلكي شي حدا شاف القاتل او لمحه ممكن يفيدنا بشي. ماشي سيدي بامرك، رح احاول اعرف كل شي ورح انهي قصه الولد مشان اهله يستلموا الجثه. هلا صار الولد جثه جثه بس لانه الغبي ملتهي بالعطيس. ولك فهمي علي بقى، أنا جبتك لهون لحتى فهمك، ما تأمني للهي السرنوة؟ والله ما لها أمان. أنا والله حاسة إن إحنا ظالمينا. ظالمينا؟ يعزوني بقامتها إلهي، سوريا بتظلم بلد بحالها. أنت عم بتبالغ، هي طيوبة كمان. أوف 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 أوف، ومن أيمتى تقبريني؟ شو عدا ما بدا؟ يعني هي لو بدها تأذي حدا، كان من أول مرة شافتنا أنا وعربي قالت لي جدي، وكان جدي وقتها قوم الدنيا وما قعدها، ولا أنا غلطانة؟ ما بعرف، بس أنا ما بأمن لها بنوب وما برتاح لها، وأنت كمان لازم تديري بالك منها. أبو عفيف إنسان طيب وما في منه وبيعمره ما أذى نملة، بس والله اللي صار معه مانو قليل. يعني أنتم مستقلين الصدمة؟ معقول ولد ينقتل بسبب تقصير دركي؟ مفهوم مفهوم وطبيعي هذا الشيء، نحن مقدرين إنه وضعه كان صعب كتير، مشان هيك ما في حدا فينا مفكر انه يشتكي عليه. الله يسامحه. بشرفي انتم ناس طيبين وكريمين النفس، وانا بالنيابه بعتذر عنه. بسيطه بسيطه ولا يهمك. طيب انا رح اروح بمقتل الولد ورح ارجع لعندكم. ايمت ما بتحب، نحن موجودين. السلام عليكم. وعليك السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. حسبي الله ونعم الوكيل.
ما بعرف كيف وصلوا له هيك. اليوم كان رح ينام بحضن امه وابوه. حاجتك حاجتك لك ليش هيك عم تندب مثل النسوان؟ لك اهدى كنو حاجه بقى. ولهلكن ابكوا. ايه ابكوا لانه حياتنا كلها صارت تبكي. يا لطيف يا الله لا يوفقه هالابن الحرام. اي أيوة والله يا عمتي انا كان لازم امسكه ورحمه نادر لو ماسكه لكن خليته يشتهي الموت قبل ما اقتله. الله يرحمك يا حبيبي يا نادر. يخرب بيته من حاله. لك شو عرفه انه نصوح صار بالميمارستان؟ لك شلون وصل له؟ والله ما حدا عرفان بس شكله مراقبهم وهن عم يفوتوا. بعدين عمتي اهل الحاره ضايجين كثير وكل واحد عنده ولد قاعد وخايف عليه. الحق معهم يا عمتي الحق معهم. في شيء لازم يعملوه بس شو هو انا ما بعرف. في شيء لازم يصير. يا جماعه طالما انه ناجي عايش بيناتنا فلازم ما ننسى اللي عنده. يا ابو شاكر قيمنا من سيره ناجي وخلينا هلا باللي عم يصير بالحاره. يا مختار انا بعرف انه ما بدك كان يحكي بسيره ناجي مشان ما تحل علينا لعنته بس اللي عم يصير بالحاره بهالايام بذكرنا باليوم اللي التقى فيه ناجي قدام باب الجامع. لا تخبص بالحكي يا ابو شاكر. اللي عم يصير هلا ما له علاقه باللي صار هداك اليوم. ابو نزير وانت ليش انجعزت؟ ليش انجعزت؟ لانك عم تشلف الحكي شلف. يا اخي حرام عليك زين كلامك. الكلام اللي عم تقوله في وراه مشنقه خراب بيوت. ابو شاكر مو قصده يتهم ناجي انه هو القاتل بس قصده انه لعنه ناجي رجعت نزلت على اهل الحاره من جديد. مو صحيح الحكي. وقت صار الحريق بهديك الايام كان ناجي لساته بالانداقه ويا دوب مفتح عيونه. اللي عم يصير هلا وراه واحد قاتل ومجرم وضيع وابن كلب. حاجه تتبلوا العالم بقى حاجه. بس انت بهديك الايام كنت مصدق انه اللي صار لعنه نزلت على اهل الحاره سببها ناجي لانه ملبوس. انت حكيت هذا الحكي بتمك. مو صحيح الحكي. لو كان صحيح ما كنت عيشت ناجي وفاتوا عندي بالمزرعه وصرفت عليه كل عمره. وعلي ما علي لو التبني بديننا مو حرام لخليته يحمل اسمي. هلا رح لكم اياها من الاخر. اذا بتفكروا تقربوا من ناجي او تظلموه ما رح يصير خير. شو اكل قط لسانك؟ ما عرفت احكي لك كلمتين تشد فيهم ظهر ابوك؟ ولا انت معهم كمان على ناجي؟ لا يا ابي ناجي مثل اخي وغالي على قلبي بس انا ضليت ساكت لحتى ارضيك. المره الماضيه حكيت قمت بهدلتني. علي ما علي ما منك خواص. لا بتعرف امتى تحكي ولا بتعرف امتى تسكت. معك حق. انا بدي فت خبز. خلص يا ابي المره الجايه بقى غمزني كشني لانه محسوبك قليل فهم. الله يخالقني شو عامل. يا ابي من بعد اذنك انا دايخ لي شوي وبدي اتمشى ما بدي ارجع البيت. وبن ناقص سيدي بن ناقص. سيدي الحمد لله انه القصه انقضت على خير. انو خير لك حيدر انو خير. عنا ولدين مقتولين وبتقلي القصه انقضت على خير. سيدي انا قصدي قصه حكيم البيمارستان. فضلها المولى بس مو هذا همي. همي شلون عرف القاتل انه نصوح بالبيمارستان وراح قتله. اكيد كان ورانا وشافنا لما اخذنا الولد على البيمارستان وفات وقتله. معناها ما تصور. الدركي عم يتعالج عنا بالبيمارستان بهي الفترة. نحن لازم بعاقب هالدركي حمار ورئيس كراكون كمان. أنتم سيكون مبسوط لأنك مخلص للدولة العالية ومخلص لنا نحن
فضلك رح يضل فوق راسي طول العمر. شو غزال شو غزال. انصراف حاكم. الله يديمك فوق راسنا، كتر خيرك. Thank you.